الدستور بيقول ايه في نظام الحكم في ايران؟ الدستور اللي اتعمل 79 بعد الخميني ما جه والثوره الايرانيه وقيام الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، بيقول ايه؟ بيقول نظام الحكم، نظام الحكم بالنسبه للمرشد في حال مرشد ثم الرئيس، وهنروح للرئيس، خلينا في المرشد دلوقتي. طيب بالنسبه للمرشد، في حال وفاه المرشد او عدم قدرته على الانجاز اعماله او المرض المزمن او غيره، بيتم عزل المرشد وتولي مجلس الخبراء قياده منصب الارشاد الى حين اختيار مرشد من داخل مجلس الخبراء او من خارج مجلس الخبراء بس يوافق عليه مجلس الخبراء. تمام، فده بالنسبه ما يتعلق بمنصب الارشاد. نعم. تمام، بالنسبه لمنصب رئيس الجمهوريه زي الوضع اللي احنا فيه دلوقتي حالا ده. أيوة. اللي بيحصل حسب الماده 131 من الدستور الايراني ان بيتم اسناد كل مهام رئيس الجمهوريه الى نائبه الاول. نعم. اللي هو في الحاله بتاعتنا دي محمد مخبر، محمد مخبر بيتولى النهارده بالظبط، اللي هو تم تعيينه النهارده. وبعدين بيتشكل مجلس. المجلس ده مكون من رئيس السلطه القضائيه بالاضافه الى رئيس البرلمان بالاضافه الى نائب رئيس الجمهوريه اللي هو محمد مخبر ده، او النائب الاول لرئيس الجمهوريه. هذا المجلس في غضون 50 يوم عليها ان يتم عمليه الانتخابات الرئاسيه الجديده. فده وغالبا هم حددوا الميعاد بعد 30 يوم من دلوقتي. 30 يوم، 30 يوم من الان. الى اختيار عناصر جديده ليتم ترشحها الى رئاسه الجمهوريه. مين متوقع في الرئاسه؟ لغايه دلوقتي ما فيش اسماء مطروحه، لكن المتكهن بيه، يعني لا يرقى الى درجه المعلومه، لكن المتكهن بيه الان ان احنا قصاد حوالي 3 أو 4 اسماء ممكن يكونوا هم اللي قريبين، اللي هم قاليباف رئيس البرلمان، علي لاريجاني اللي كان رئيس البرلمان قبل اللي كده، كان رئيس البرلمان السابق. تمام، هو فين دلوقتي علي لاريجاني؟ مستشار رئيس، مستشار المرشد. مستشار المرشد مستشار المرشد مباشره. مين الثالث؟ سعيد جليلي. اللي كان متولي ملف المفاوضات الايرانيه في الملف النووي. وله باع عظيم في السياسه الخارجيه الايرانيه. دي الاسماء اللي الى حد ما لسه بتلمع دلوقتي، وغالبا هيتم ترشيح 2 أو 3 منهم للحضور في الفترة القادمة أيام. هو مدة الرئيس هناك 4 ولا 5 سنين؟ لا، 4. 4 سنين. 4 سنين. دورة ولا دورتين؟ دورتين. دورتين. دورتين فقط. فقط. وعلشان يرجع لازم يكون في حد تاني. يغيب دورة ويرجع تاني؟ ممكن يغيب دورة ويرجع تاني، يترشح تاني من أول وجديد. ترشح تاني. وده لكن هما 8 سنين بحد أقصى. 8 سنين بحد أقصى.